الأصدقاء الأعزاء الزملاء الإخوة الأخوات في كل مكان نحييكم بكل تحية تحبونها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لكم حياة سعيدة هانئة أينما كنتم حيثما كنتم خاصة في ظل الهجمة الرابعة من فيروس كورونا المتجدد والمتطور ربنا يعني يعافيكم من هذا البلاء الشديد ولا تتهاونوا معه، أنا لي أحد أقاربي يعني توفت رحمة الله عليها، ولي زميل أصيب بجلطة في المخ، أصبح عنده شعر نصفي، فالتهاون في هذا المرض أو هذه الجائحة يعني شيء خطير جدا. وعدم أخذ اللي هو التطعيم الممكن ممكن حاليا يطعمنا ضد نوعين من أنواع الفيروس غير التالت والرابع اللي جايين في الطريق دول دي نصحتي لكم وأنا شاهد على هذه الحادثة وليه زميل آخر أيضا توفى بالكورونا أيضا نتيجة لضيق تنفس إلى آخره فالأمر مش 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 مزحة أو نزهة حتى ولو ان البعض اعتقد ان هو يعني مؤامرة مؤامرة شيء والواقع العملي هنا شيء تاني اليوم بنتكلم مع بعض في الحلقة الخمستاشر في مسلسل واتفضى خمسة لخمسة ونون حك... عنوان زي ما انتم شايفين كده مش عارف اعمل ايه ازاي وفين مش عارف اعمل ايه ازاي وفين حتى الصورة شوية انا هشرحها بعدين اللي انا رسمتها دي ليكم في وسط المحاضرة إن شاء الله، واليوم احنا هنتكلم عن حاجات محاذير وكذلك هنتكلم عن السبيل ما هو السبيل وهنتكلم عن المرحلة الانتقالية، نشكر الأستاذة آية أبو زينب اللي عملت معنا اللي هو العرض الشرائحي معانا. طبعاً العالم كله زي ما أنتم عارفين أكثر مني بيمر بمخاض. في افريقيا، في اسيا، في الشرق الاوسط، في شمال افريقيا، ربيع العربي اللي بعض الناس بتسميه خليف عربي او شتاء عربي الى اخره الى اخره الى اخره آه، ليه العالم خاصة العربي والإسلامي بيمر مثل هذه المخاضات؟ لأنه عانى كثير جدا من الظلم والطغيان والفساد والفقر والجهل والحرمان فالشعوب تعبت تعبت تعب التعب شديد جدا فذلك عايز تعمل تغيير عايز تعمل ايه تغيير عشان تعيش حياة حرة كريمة أه طبعا احنا انا مش هتكلم عن بلد معين اليوم او عن مجتمع معين أه تحول المجتمع ده بيحدث كتير جدا بعد ثورات سواء كانت انتصارات عسكرية او ثورات مجتمعية خد بالك كنت جزء من كتاب انا كنت كتبته في 2011 2012 وللاسف لم اجد من ينشره لي على العموم أه ادخلنا دعونا نتكلم عن فلسفه هذه الفكره داخل هذا الكتاب أه لكن قبل ما نبدا أه هذا الكلام دعونا أسألكم السؤال اللي انا بسميه سؤال المليار او تريليون دينار مش بس دولار دينار يعني ثلاثة نضرب في ثلاثة الكلام ده كله هل الحروب المسلحة دي اللي احنا شايفينها والصراعات المسلحة دي والثورات الشعبية الدموية دي والاعتصامات السلمية أو الحركات المجتمعية الفكرية اللي بتقودها التشكيلات المجتمعية المختلفة هل دي من أجل الحكم وده, وده مسار أم من أجل الإصلاح الاجتماعي وده مسار تاني يبقى عندنا في حروب في صراعات مسلحة في مظاهرات واعتصامات سلميه ودمويه ها؟ هل دي علشان الاستيلاء على الحكم ام علشان عمل اصلاح اجتماعي؟ فواحد سالني ليه بتسال السؤال ده؟ لان كل واحد فيهم مصار مسار مختلف مسار السيطره على الحكم شيء ومسار الاصلاح الاجتماعي شيء ثاني. انا شخصيا هتكلم عن المسار الاصلاحي بالإصلاح الاجتماعي اليوم. فأضع في هذا بين أيديكم 25 أو 26 تحذير قبل ما حد يعمل أي حاجة. لابد يحط النقاط دي كعصف ذهني ويجاوب عليها المجموعة التي تريد أن تعمل إصلاح اجتماعي تبد تحط هذه النقاط على الطاولة أمامها وتناقشها مع من يساعدونها على عمل هذا التغيير المجتمعي المنشود. من اجل ايجابيه المجتمع وبناء المجتمع وبناء الدوله الى اخره، اول حاجه، اول حاجه في المحاذير دي كلها حذاري ان تعتقدوا ان كسب اي معركه عسكريه هو نهايه الطريق، بالعكس ده هو بدايه الطريق لما بعده حذاري، ده اول تحذير. اثنين لابد ان ندرك ان قاده الحروب قد لا يكونوا هم انسب الناس لقيادة بناء السلام السلام شيء والحرب شيء ثاني المظاهرات شيء والعصمات شيء وبناء المجتمع شيء ثاني في أدلة جدا في التاريخ على ما حدث في بلاد مختلفة على أن اللي قاد هذه الحروب أو هذه المظاهرات والتظاهرات والعصمات لم يستطع أن يحكم بعد وجدت مجموعة أخرى عندها فلسفه اخرى لتحكم البلد الى اخره او تبني المجتمع الى اخره. لما نعم ثلاثة معركة التحرير اسهل بكثير جدا من معركة البناء. دي كلها اشياء لابد تكون بديهيات بديهيات. معركة تحرير الجزائر او معركة تحرير اي بلد من البلاد العربية والاسلامية والافريقية اسهل بكثير من انك تبني البلد. أو تبني المجتمع، معركة التحرير أسهل بكثير من معركة بناء المجتمعات. أربعة أعدائنا ليسوا فقط من نعرفهم وكنا نحاربهم أبداً. كانوا يتربصون لنا أبداً. أعدائنا موجودين في الخفاء داخل مجتمعاتنا. لا دا يريدون الإصلاح. وأخطر هؤلاء الأعداء مش فقط اللي هم المنافقين المندسين المختبئين داخل دهاليز المجتمعات. أخطرهم النفس البشريه التي لا تتنازل عن عزتها وكرامتها ونفسها وبهاءها ورونقها من اجل اصلاح المجتمع. ده اللي هو الاعداء الاخرين مش فقط القوى الاجنبيه اللي بتحاربنا. نمره خمسه آه، الاعداء الاجانب اللي كانوا بيحتلوا البلاد سواء كان في افريقيا او في اسيا او في امريكا فهم آم، اقل خطورا جدا مما من الاعداء هؤلاء اصطنعوهم على اعينهم وجعلوهم يتحدثون بنفس اللغه والثقافه والسياسه بتاعت العدو الاجنبي اللي ترك وساب عدو وطني يقول ما كان يقوله العدو الاجنبي ويؤمن بما يؤمن به العدو الاجنبي وله نفس ثقافه العدو الاجنبي ودول اخطر من العدو الاجنبي لان بتجد فيهم تعاطف بينهم وبين ابناء الشعب لانهم من ابناء الشعب آه نمرة ستة في ال في الستة وعشرينية دي آه إيه فلسفة الرسالة الرسالة والخطاب الإعلامي؟ إحنا عندنا خطاب إعلامي للناس الموجه أولاً هل هو موجه لأبناء المجتمع فقط؟ أو للجيران؟ أو للعالم كله؟ وفي نفس الوقت ما هي الفلسفة بتاعت هذا رسالة هذا الخطاب الإعلامي؟ إحنا عايزين نقول للناس إيه؟ عشان الناس إما تلتف حولنا أو تحاربنا. نمرة سبعة إيه الصورة اللي إحنا عايزين نخرق... نصدرها للخارج؟ شكل الناس إيه؟ اللي هم عايزين يعملوا إيه؟ ده كل ده قبل ما تفكر إنك تعمل أي تغيير مجتمعي بأي نوع من أنواعه هذه التغييرات المجتمعية ما هي الصورة اللي إحنا نصدرها للعالم الخارجي؟ هل العالم الخارجي متوافق مع شكلنا ومظهرنا ولا مش متوافق؟ نمره سته المعركه الحقيقيه لاي تغيير مجتمعي واللي بننخدع فيها وننهزم فيها دائما هي معركه الاعلام. هي معركه الاعلام. فكيف تنتصر الشعوب في اداره هذه المعركه الاعلاميه؟ ده المفروض الشباب يجاوبوا عليه. نمره تسعه قد يسقط الثورات الاصلاحيه دي او اي ثورات عسكريه الاعلام الخارجي الموجه ضد اي اصلاح مجتمعي داخل بلدك ليه لانهم مستفيدين من هذا الفساد فخلي بالكم الاعلام كوسيله مهمه جدا وخلي بالكم خاصه من الاعلام الخارجي الموجه نحن شايفينه شايفينه كيف يدير هذه الامور عن بعد نمرة عشرة هل الفكر بتاعتنا بتاعنا والعقيدة والثقافة والقيم والأخلاق هي اللي عايزينها الناس التانيين دول؟ أبناء المجتمع؟ هل بيقبلوا الفكر بتاعي أنا وأنا مسؤول عن تغيير مجتمعي؟ هل الجيران بيقبلوه؟ هل القوى الإقليمية بتقبلها؟ هل العالم بيقبلها ولا لا؟ هل فكرنا وعقيدتنا وقيمنا وأخلاقنا التي يريدها أبناء المجتمع أو الجيران أو القوى العظمى ومؤسساتها؟ الاسئلة دي لابد أنك تحطها قبل أن تخوض في عمل أي تغيير أو طلع خطة لأي تغيير هتساعدك في أمر بسيط جدا وتافه بس أنا بحطه دايما عشان في ناس بتطلع في التلفزيونات أو في الإعلام بتتكلم كلام تافه وعبيط وقبله مش عارفين هم بيتكلموا ايه في مصطلحات هي الأطفال اللي في مدارس التنمية بيعرفوها ايه ما يعني هي كلمة وطن يعني كلمة حكومة؟ يعني كلمة دولة؟ مجتمع، مؤسسة، جمعية، مبادرة، مشروع، برنامج، خطة، ميزانية وغيرها. أنت لازم تشتغل مع مجتمع. لازم تعرف المصطلحات اللي الناس بتتعارف عليها داخل هذه الإيه؟ هذا المجتمع. نمرة 12 هل المجموعة اللي عايزة تعمل أي تغيير مجتمعي عندها مشروع واضح ومدروس وخطة، ولازم يكون عندها مشروع وخطة وأهداف وكل هذا وفق خطوات محدده بالأزمنة والمقدرات المتاحه لينا مفيش حلم هيتحقق او هدف هيتحقق من غير خطه وطريقه الطريق الطريق ابدا ابدا هيصبح الحلم هراء مجرد أدغاس احلام لكن لابد ان تتحول الهدف الى برنامج الى خطه الى خريطه طريق زمن محدد امكانيات بشريه وماديه الى اخره علينا ان نغفل ان كل مواطن من ابناء الوطن يا شباب عنده حلم وعنده مشروع وعنده رؤيه وعنده كل حاجه هل نستطيع استيعاب ابناء الوطن واحلامهم دول إذا كان الوطن فيه مليون أو خمسة أو عشرة أو مية أو ميتين أو ثلاثمية أنا أن نستوعب كل الأحلام أو نستطيع أن نجعلهم يؤمنون بأحلامنا وبرنامجنا هل نحن نكون بقوة أبناء الوطن أبناء الوطن عايشين في الخارج لما نجد أن اللبنانيين اللي في الخارج عددهم مرتين ونصف قد عدد اللبنانيين عايشين في لبنان يعني 12 مليون او 13 مليون ولفنا 5 مليون او 6 مليون لما نجد المصريين عايشين في الخارج قرابة 10 مليون يعني بيساووا حوالي 10% من تعداد السكان الموجودين في مصر وناهيك اللي هم الفلسطينيين اللي في الخارج اكتر بكتير جدا من الفلسطينيين الموجودين داخل آآ الارض آآ فلسطين آه غير كذا بقى الافارقه سواء النيجيريين او التشاديين او او الاخر هتلاقي فيه كميه كبيره جدا هل احنا نستطيع ان نستفيد بتواصلنا مع مثل هؤلاء الناس عشان كل هم قوه من القوات او اداه من ادوات التغيير الايجابي؟ ايه الامكانيات المتاحه لنا عشان نستمر؟ هل احنا عندنا امكانيات ولا ما عندناش امكانيات؟ يعني احنا بنتكلم عن تغيير ثم اعاده بناء مؤسسات الدوله. عندنا امكانيات ولا سواء امكانيات بشريه ام امكانيات ماديه نثق في مين احنا ده دلوقتي عملية فيها مخاض زي ما انا قلت قبل كده زملائنا اللي معانا لما بنسميهم الكومريد دول نثق فيهم او شركائنا او حلفائنا او ابناء شعبنا لابد إننا نثق في حد علشان نتعامل معه بشفافيه لما 18 مين هم الشركاء والحلفاء الحقيقيين لينا؟ لابد يكون لك شريك حقيقي وحليف او حلفاء حقيقيين يعني انا مش هجاوب عليهم بس انا بحط الاسئله دي عشان كل واحد فينا او فيكم يريد ان يحدث تغيير لابد ان يضع هذا كمنافسته او كنقاط يناقشها علشان يضع لها الاطر بتاعتها او تضع لها الاطر بتاعتها هل مؤسسات الدولة اللي, اللي, اللي لو حصل في تغيير مجتمعي هيحصل انكم تكونوا انتم مسؤولين عنها فيها قدرات مادية وبشرية ومعرفية وخبرات تؤهلكم لقيادة زمام امور هذه الدولة من خلال مؤسساتها ولا لا ولا ما فيهاش مش احنا رايحين على مباني فاضية ما فيهاش موظفين ما فيهاش خبرات ما فيهاش هياكل وهكذا بد نستقلم كل هذه الاشياء لما تلاقي لو بدأنا في عملية البناء بدأنا لابد أن نستعين بأهل الخبرة والمعرفة ليس بأهل الثقة أهل الثقة جزاهم الله خير إن كانوا أهل الثقة وأهل الخبرة والمعرفة كان بها إن لم يكونوا فنجيب أهل الخبرة والمعرفة اللي نثق فيهم إن شاء الله عشان هم يبدأوا عملية بناء المجتمع مرة أخرى ومؤسساته هل عمليه اعاده بقى مرحله واحده ولا لا؟ هنبني المجتمع. ده مرحله واحده كده خلاص هنروح. اما مراحل المتكامله والمتابعه. هل في مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه؟ هل الثورات دي بتنجح مجرد ما تقف الثورات والحروب تقف الحروب ولا بتخش في صراعات اخرى؟ هل سالنا انفسنا ان عندنا قيادات شابه تتحمل رايد بناء المجتمعات دي؟ مختلفة؟ معانا الان وانت بتقود تغيير مجتمعي هل في عندك صف اول وثاني وثالث من الشباب والنساء؟ بالك ونحن اعددنا اكثر من خطه وخريطه طريق ولا لا؟ آه... نمره 23 هل اعددنا العده لمواجهه الدول العميقه؟ في دول الدولة... مش دوله عميقه بس انا اسف في دول عميقه فاسده داخل كل المجتمعات سواء كانت مجتمعات بسمى نفسها مجتمعات ديمقراطية متقدمة في الغرب أو مجتمعات متخلفة في أماكن أخرى هل أعدادنا نعود لموجة الدول العميقة الفاسدة وما قد تخطط له من ثورات مضادة والأعدادنا أكثر من خطة وخريطة لهذا ولا لا اوعوا تفتكروا ان انتوا الناس دول بتوع الدول العميقه دول ساكتين هم متربصين هما بيتعاونوا بينهم بعضهم وساعات ما يتعاونوش وساعات يتعاونوا مع قوى خارجيه هل سالنا نفسنا سؤال يحصل ايه لو فشلنا بعد ما عملنا كل المظاهرات دي وكل الاعتصامات دي مين هيكون مسؤول عن الجماهير؟ مين هيكون مسؤول عن الزملاء اللي معانا؟ مع الشركاء والحلفاء اللي هم عرضوا نفسهم للخطر إذا انتصرت الدولة العميقة مرة أخرى من خلال ثورة مضادة. 25 يعني دستور مهم. مش مشكلة فيه. لكن اللي أنا بقوله يعني ما هوش الأولوية الأولى. خاصة في المرحلة الانتقالية. اللي إحنا بنتكلم عنها دي. أنا هتكلم عنها معاكم بعدها. بعد ما أخلص كده هفصلها في الطريق إلى الأمام. فنعم من خلال في خلال فتره القناة دي بما تعرفت عليه المجتمعات خاصه القبليه منها زي ما انتم شايفين في باكستان وافغانستان الى اخره من اعراف وتقاليد وقيم واخلاقيات عاشوا عليها لعقود والقرون من الزمن يوم الـ 26 لو نجحنا هنعمل ايه بعد كده؟ كل ال 26 نقطه دول كل الـ 26 تحديد دول لابد عليك ايها المسؤول او ايتها المسؤوله التي تريد أن تعملي إصلاح مجتمعي سلمي فكري ها أن تضعيها أو أن تضعوهم على الطاولة لكي تجاوب عنها وتجاوب عن أكثر منها ممكن تقول لا مش عايزين 26 ممكن تعملهم 50 نقطة لكن ما ينفعش أبدا تحرك ناس دون أن يكونوا على بصيرة ده بالنسبة للمحاذير السؤال دي أنا رسمتها للمجتمع ورسمتها من خلال استشرافي أنا شخصيا أنا لست بفنان لكن مستشرق بالفهم مش مستشرق استشرافي لمعاناه المجتمع والخصام اللي بيكون ما بين الفصائل المختلفه وعدم الاتفاق على توافق في أماكن كثيره جدا وضوح الشمس واضحه دون ذكر أسماء دول واضحه جدا فزي ما انتم شايفين كان هو في الصوره دي في سبع شخصيات يوم ثلاث نساء واربع رجال اكبر رجل فيهم اللي هو في الاول لابس النظاره الزرقاء دول لا يكترث خلاص ادى ظهره للمجتمع المرأتين الاخرتين اللي على اليسار دول يعني زي ما تقولوا مش متفقين مع بعض اللي هو الراجل الأمام امام دول يبقى نص المجتمع او نص القوى المجتمعيه مش متفقه مع المجتمع. الثلاث رجال واقفين قدام المراه اللي في الاخر، المراه اللي في, الوقف في الاخر دي هي المجتمع. هي الوطن. اللي شعرها اسود وحزينه وبتصرخ وبتبكي وبتقول لهم تعالوا كلكم معايا. عشان نبني مجتمع سويا. الحالة الانقسام دي داخل المجتمعات مهمه جدا زي ما انا قلت عليها. فدي المراه اللي شعرها اسود لو بيحجز او عايز يحتضن زي ما انتم شايفين في, ال... في, ال... في الافلام ال... 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 بتاعه الفيديو لما بيكون في طائر كبير عايز يحمي الكتاكيب بتوعه او اللي هو الصغار بتوعه فالمراه دي شايفه بتبص على اللي بعيد مش بتبص على اللي قدامها كمان اللي هم الثلاثه اللي قدام دول اللي هم لا يكترثوا بيها وما يحدث في المجتمع ده معنى الصوره اللي انا كتبتها لازم سوري ايه السبيل بقى اتكلمنا عن محاذير ومشاكل وكذا 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 وجبت لنا صوره طب هنعمل ايه بقى؟ أول حاجة أول حاجة أول حاجة لابد يكون عندنا رؤية واضحة خطة متكاملة خريطة عمل مبرمجة زمنيا جغرافيا ومجتمعيا لابد ما ينفعش أنزل ألعب ماتش كورة في دوري من غير ما يكون عندي فريق الفريق ده عارف ان في فريق قدامه عامل خطه وعمل كذا وكذا 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 كل مدراء الأندية وكل مدراء فرق الكرة والمدربين بيعملوا هذا البرنامج على مستوى فريق كورة أو فريق سلة إلى آخر اللي هي الفرق مش العمل الفردي دي نمرة واحد نمرة اثنان لابد يكون عندنا فرق عمل مختلف في نفس الوقت هم بقى أنا حطيت منهم أربع فرق لكن ممكن يكونوا خمسة ممكن يكونوا عشرة ممكن يكونوا عشرين زي ما أنتوا عايزين أول فرقة اللي بتنشغل بالمعركه الاصلاحيه اللي هي داخله في وسط المعركه وده بيفكرنا بغزوه بقى غزوه احد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان منشغل هو والصحابه بالمعركه مع جيش الكفار لكن كان في فرقه ثانيه بتاعت خالد المولين مستخبيه ورا الجبل فدي فرقه بتنشغل بالمعركه المدنيه الاجتماعيه الاصلاحيه بتكلم الناس بتعمل يعني بترد بتتدافع الى آخر دي الفرقه الاولى او الفرقه الاولى فرق اخرى بتنشغل بالبحث والدراسه ويقعدوا من بعيد كده هو تشوف الصوره شكلها ايه بحث في العمل اللي هو الاجتماعي المشاكل الاجتماعيه المشاكل السياسيه المشاكل الاقتصاديه حتى المشاكل المناخيه ها المشاكل الفكريه كل هذه الاشياء فالفرق دي بتكون قاعده بترقب عن كثب من بعيد في المنظر العام لكل هذه المتغيرات المجتمعيه اللي هتساعد في إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي المنشود. دي الفرق العملة الثانية. الفرقة الثالثة اللي بتراقب الدول والمؤسسات التي لها رغبة في أن توئد هذا التغيير المجتمعي أو أن تستولي على مخدرات البلاد من الجيران أو القوى الإقليمية أو القوى الدولية العظمى. يبقى دي الفرقة الثالثة أو الثالث فرقة، فلو نفر من كل فرقة طيفة يتفقها في الدين. ثلاثة. فرقة برضك بتعمل دراسات علشان تضع الحلول المشتركة. تعمل حلول واقعية بناء على الدراسات الأخرى. يعني دي الفرقة الرابعة. فرق تراقب وتحلل هذه الدراسات اللي اتعملت وتتابع تطورات مجتمعاتها عن كثب وتضع لمشاكل هذه المجتمعات حلول واقعيه تحقق الاهداف المرجوه من منه مجتمعيا. دي الفرقه الرابعه. يبقى فرقه معركه ميدانيه، فرقه للدراسه والبحث والتحليل، فرقه بتراقب وتحلل تاخد الدراسه دي وتحولها لحلول فرقه رابعه اللي هي بتراقب الدول المستفيده واللي ولا رغبه في ايضا جهاد التغيير او احداث التغيير للاستفاده منهم والفرقه الاخيره بقى دي من اخطر الفرق دول اللي بتراقب الدول العميقه اللي موجوده في الايه؟ في الدوله زي ما انا في المحاذير في الاول في دول عميقه كثيره قد تكون مرتبطه مع بعضها متناسقه مع بعضها قد تكون بتشتغل بعمل فردي قد يكون لها اتصال بالعالم الخارجي والتمويل الخارجي الى اخره يبقى خمس فرق لابد ان احنا نشكلها آه علشان آه نحاول نخلي المجتمع ده ثابت وناجح وفعال دي نمرة اثنين لما ثلاثة في الطريق للأمام أو السبيل لابد نرتك المرحلة الأولى أنا مرحلة المرحلة الانتقالية أنا عن المرحلة الانتقالية في البناء لها فترة محددة قد تكون خمس سنين قد تكون عام عشر سنين ودي أصعب مرحلة من مراحل البناء واهم عناصر النجاح هو النجاح في المرحله الانتقاليه دي قد تمتد ل10 سنين. ايه بقى اهم عناصر النجاح في المرحله دي؟ اول حاجه في اهم عناصر النجاح في المرحله الانتقاليه الاولى او المرحله الانتقاليه دي اننا نجعل نشارك ابناء الوطن معنا نقول لهم رؤيتنا ايه؟ ونقول لهم استراتيجيتنا استراتيجيتنا ايه؟ واهدافنا ايه؟ ومشروعنا ايه في المرحله دي؟ علشان يؤمنوا بيها معانا. ما نخليهمش كده على جنب واحنا نكون ايه الفئه المتغلبه اللي هي بتبعد كل الاخرين عنها دي نمره واحد نمره اثنين كيف نطمئن ونهدئ الشارع المجتمعي الشارع خايف خايف من شكلك خايف من خطابك خايف من التغيير في ناس ما تحبش التغيير اصلا نمرة ثلاثة الرسالة إعلامية لابد نوحدها كلنا متحدث رسمي واحد بياخد كل معلوماته من الادارات البحثيه اللي احنا اتكلمنا عنها إدارات البحثيه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي الفرق البحثيه اللي اتكلمنا عنها بناء على الارقام والحقائق المتوفره لنا نمرة أربعة تكون سمة هذه الفترة العفو والمغفرة ولم الشمل. إحنا مش جايين عشان كل واحد يذبح الثاني. نمرة خمسة أو ستة المشاورات مع كل التشكيلات في البلد تشكيلات بتؤمن بفكرنا أو لا تؤمن بفكرنا نمرة ستة اللي هو كل حلول تكون واقعية بناء على الدراسات اللي احنا عملتها الفرق اللي هي الدراسات والأبحاث من خلال استقراء الشارع المجتمعي اللي متوفرة لنا منعيش بداخله نمرة سبعة ان احنا ما نستعملش حلول مستوردة نجحت صح هناك بس عندهم ثقافة مختلفة وعندهم قيم مختلفة وعندهم عادات مختلفة وعندهم ديان مختلفة قد تكون نجحت هناك هذه الحلول فما ناخدهاش كده يعني بدون ان نزورها وناخد منها ما يصلح ان اردنا ان ناخد منها ناخد منها ما يصلح لمجتمعنا وليس كل شيء نمرة ثمانية ما نبدأش البناء الاقتصادي بالسلف الاقتراض يعني ما نبدأوش أبدا في المرحلة دي اللي هي العشر سنوات دول بالاقتراض هيسحبوا هيصبح أصحاب الديون والمستثمرين هم المحتلين الجدد بعد ما كان عندنا محتلين أجانب مشوا وسابوا البلاد النقطة اللي بعدها نمرة تسعة اللي هي الاهتمام ببناء القطاع المدني مؤسسات المجتمع المدني لابد من اول يوم يكونوا مساعدين لينا أه عشرة أن تتكون الحكومة الانتقالية الأولى في هناك حكومة انتقالية أنا كتبت هذا الكلام ده قبل كده هو من خلال انتخاب الوزراء ومسؤولي المحليات في داخل الوزارات من التكنوقراط يعني أنا هجيب وزير صحة بدل ما أعمل انتخابات يتعارك عليها للجميع أقول لا هاتوا من مدراء إدارات أو رؤساء القطاعات أو كلاء الوزارات اللي موجودين وأنتم يا, زم... يا... يا 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 عمال وزارة الصحة أو يا عمال وزارة التربية والتعليم أو يا عمال وزارة الصناعة تنتخبوا من هؤلاء من هو أنسب لكم أنتم عارفين كل هؤلاء الناس بس في الفترة اللي هي الحكومة الأولى دي. اه تخيل انتخاب الوزراء والمسؤولين المحليات كذلك حتى في المسؤولين المحليات فيها من المدراء التكنوقراط العاملين لازم مؤسسات والردات ويتم انتخابهم من الموظفين العاملين فيها وتكن الفتره دي ثلاث سنوات يعني فتره الحكومه دي تبقى ثلاث سنوات. في الفتره الانتقاليه دي ايضا نتكلم عنها لابد نسمح بالتعدديه السياسيه ونسمح بانشاء الاحزاب السياسيه تجري الانتخابات البرلمانيه البرلمانيه عشان ننتخب الاعضاء بس اعضاء برلمان حتى من افراد العاديين او من الاحزاب يكونوا هؤلاء الاعضاء وليهم وظيفه البرلمان يكون وظيفه مختلفه عن وظيفه الحكم نفسه في الفتره دي كلها نحن اتفقنا ان هيكون الوزراء كلهم تكنوقراط اللي انتخبهم ابناء الوزارات او ابناء المحليات آه طيب ثلاث سنوات ايه وظيفه البرلمان في الوقت ده وضع سياسات وقوانين لمحاربه الفساد والتطرف والعنف والتمييز العرقي والجنسي والثقافي والديني وضع سياسه وخطط لبناء الاقتصاد الوطني يمكن الاقتصاد وضع سياسات لكافه التشريعات والقوانين اللي تحتاجها الدوله للاتفاق على دستور جديد اربع حاجات كتبناها اربع حاجات كتبناها اولا مره ثانيه سياسات وقوانين محاربه الفساد والتطرف والعنف والتمييز العرقي والجنسي والثقافي والديني سياسه بناء الاقتصاد الوطني سياسات لكافه التشريعات والقوانين الاتفاق على دستور جديد ده بالنسبه لوظيفه البرلمان ودي حاجه ممكن يعني تاخد سنين كمان مش ثلاث سنين فوق ودستور جديد للبلد نمرة 11 أو 12 اللي هو نستثمر في مجالات مختلفة المتاحة اللي هي مش محتاجة إمكانيات باهظة زي إيه؟ المجال الزراعي وتربية الحيوانية والصناعات المترتبة على ذلك، بناء الأسواق الشعبية، المجال الحرف المهني اليدوي، المواصلات الداخلية بين الأحياء والقرى والمدن والمحافظات. نمره 13 تقريبا اللي هو الاستثمار في قطاع الشباب والمراه بتشجيع المبادرات والمشاريع الصغيره التي يقومون بها واعفائها من الضرائب لمده ثلاث سنوات تمكين الشباب والمراه بتشجيعهم في الادخالات في كافه المجالات المجتمعيه المتاحه. النقطه اللي بعدها الاهتمام بتقديم الخدمات الاجتماعيه لأهم اهم شيء. آه اخر نقطه اللي هو تشجيع راس المال الوطني على الاستثمار واعطائه تسهيلات كي يتنافس مع المنتج الخارجي. ده بالنسبه للنقطه الثالثه ده بنتكلم فيها عن ايه النقطه الثالثه؟ اللي هي في مرحله انتقاليه وفلسفتها وخطواتها او مكوناتها ممكن تدخل تف... المرحله الانتقاليه دي ممكن توصل ل 10 سنوات ممكن تحطوا فيها اشياء اخرى او تشوف منها اشياء اخرى. لان يعني كل ما اقوله ليس بقران او انجيل. النقطه الرابعه في في السبيل يعني ما السبيل الاهتمام بالاستثمار في ايه بقى في كافة انواع التعليم خاصة التعليم المهني والمجتمع التعليم المهني والمجتمع كافة انواع التعليم آه، نقطة خمسة طب احنا ما تكلمناش واحد سأل سؤال ليه في محاضرة المحاضرات قال لي طب فين مين رئيس الوزراء ومين رئيس الجمهورية؟ سؤال وجيه أثناء الفترة الانتقالية الأولى اللي هي الثلاث سنوات الأولى دي من الفترة الانتقالية أو من مرحلة الانتقالية يتم انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من التالي نمر ألف يرشح من بين وزراء التكنوقراط المنتخبين من العاملين في الوزارات لكي انتخابه المواطنين أوكي او ينتخب من ابناء الشعب مباشره واحد كده يطلع يقول لهم انا عايز ابقى رئيس الجمهوريه او يتفق عليه ما بين الايه التشكيلات المجتمعيه الشخصيات العامه او احد هذه التشكيلات في الفتره دي الثلاث سنوات الاولى بالذات تحدث اما من التكنوقراط سواء عن طريق الوزارات او التوافق او بالانتخاب على مستوى اللي هو الاستفتاء العام على أن تصبح الصلاحيات الرئيس أو رئيس الوزراء أكثر تحديداً ومرتبطة بأهداف الدور الذي سيقوم به البرلمان اللي إحنا حددنا فيه أربع نقاط أربع نقاط في البرلمان اللي وضع السياسات وضع السياسة البناء الاقتصادي التشريعات أو البناء الاقتصادي وبعدين اه... اتفاق على الدستور الجديد. فيكون الرئيس المنتخب رئيس وزراء ملتزم بأهداف هذه الفتره. أن تصبح صلاحيات الرئيس أو رئيس الوزراء أكثر تحديداً ومرتبطة بأهداف الدور الذي سوف يقوم به البرلمان. وألا تدخل الدولة في الفترة دي بالذات في مشاريع عملاقة إلى أن إلى أن إلى أن يتم شبه الإستقرار السياسي في الفترة الثانية من مرحلة الأولى إحنا قلنا الثلاث سنوات دول الفترة الأولى في المرحلة الانتقال الفترة الثانية في حتكون بعدها بأربع سنين يعني أنا أنا شايف في نظري أنا الشخصي الدولة ما تعملش اتفاقيات يعني خطيرة أو كبيرة أو مؤثرة لا في أول ثلاث سنوات ولا في ثاني أربع سنوات إلى أن تراجع قوة وقيمة واكتمال كل مؤسسات الدولة اللي احنا بنتكلم عنها وفعالية مؤسسات المجتمع المدني. يعني بنتكلم عن سبع سنين بعد السبع سنين من العمل دول نبتدي ننظر ونراجع احنا بنينا إيه؟ عشان نبتدي نعمل مشاريع عملاقه طيب واحد قالك طيب انت قلت في فتره اولى وفتره ثانيه في مرحله الانتقاليه الاولى فيها 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 وزاره بتاع التكنوقراط في مرحله ثانيه في المرحله دي كلها قلت ان في الفتره الثانيه ما فيش داعي ان انتوا آه تعملوا مشاريع كبيره عملاقه الا لما تراجعوا الانجازات بتاعتكم طيب هنا بقى في سؤال طلع لينا يعني طب الاقتراض والاستثمار هناخده امتى؟ احنا عايزين فلوس في دوله محتاجه فلوس في وطن محتاج فلوس لا يسمح بهذا في الفتره الثانيه من المرحله الانتقاليه الاولى يعني بعد كده ايه ما ناخدش فلوس اجنبيه عملاقه هي بالمليارات داخل الفتره الانتقاليه الثانيه في مرحلة الفتره الثانيه في المرحله الانتقاليه الاولى يعني معنى مرحلة الفترة الأولى ثلاث سنوات الفترة في المرحلة الانتقالية الأولى الفترة الثانية في المرحلة الانتقالية أربع سنوات حتى في الأربع سنوات اللي هي بعد خمس سنين أو ست سنين أو سبع سنين ما ناخدش الفلوس دي إلا لما نراجع هل إحنا قادرين على أن نحارب الفساد لأن مجرد ما دخلت مليارات عندنا وما فيش تكوين لمؤسسات مجتمع مدني قوية أو مؤسسات دولة قوية بتتسرب في الفساد زي ما احنا شايفين في دول كتير جدا ومن اخطرها اللي هي الدول اللي فيها صراعات مسلحه وكذلك الصومال صومال و... ومن تاني يا ربي والكونغو الديمقراطيه الى اخره الى اخره. لا يسمح بهذا في الفتره الثانيه اللي هي بعد ثلاث سنين أو الاولانيه الاربع سنين التاليه. الا الا زي ما انا قلت هنا الا اذا اكتمل وضع كل القوانين والتشريعات مؤسسات الدوله تقويه وتمكين المجالس النيابيه والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وجود نمو ملحوظ في الاقتصاد الوطني، التاكد من وضع وتنفيذ القوانين الرادعه، محاربه الفساد، وجود مساحه كافيه للحريات المدنيه مدنيه الدوله وعدم تدخل السلطات الامنيه او العسكريه في اداره شؤون البلاد. دي اللي احنا نشوفها في المرحله الثانيه. في الفتره الثانيه من المرحله الانتقاليه الاولى. اللي هي ما بين ثلاث سنين لسبع سنين. نشوف بعد ما عدى علينا سبع سنين اثر تطبيق اللي احنا عملنا ايه؟ قبل ما نبتدي ناخد استثمار اجنبي او نعمل مشروع عملاق، ولو سالتوني رايي الشخصي اقول لكم ايه؟ ما اخدش فلوس في الفتره الثانيه من المرحله الانتقاليه الاولى يعني في السبع سنين الاولانيه لكن ممكن افكر بعد الفتره الثالثه اللي هي بعد 11 سنه تقريبا ثلاثه واربعه واربعه هل اكتمل البناء المؤسسي الذي سيستطيع ان يحارب الفساد الاداري داخل مؤسسات الدوله؟ ها اذا انهات عليها المليارات 11 سنه في مسيره بناء الاوطان والمجتمعات ليس بكثير ليس بكثير يعني انا ارفض استثمار اجنبي في الفتره الاولى من المرحله الانتقاليه الاولى ثلاث سنوات وارفضه في الفتره الثانيه من المرحله الانتقاليه الاولى اللي هي اربع سنوات ثانيه يبقى سبع سنوات وارفضه كذلك في الفتره الثالثه الا اذا عملنا الدراسه وشفنا إن, ان انا كانت عليها اللي ان انا هنكتمل بناء وضع كل القوانين والتشريعات بناء مؤسسات الدوله تقويه المجالس النيابيه وجود نمو من الاقتصاد تأكم من وضع وتنفيذ كل النقط دي كلها وانا اعوذ بالله من كلمه انا لا احبذ هذا ابدا قبل ان ننتهي من الفتره الثالثه في المرحله الانتقاليه الاولى يعني 11 سنه ماذا بعد انتهى؟ خلاص بقى المرحله اللي هي خلصت 11 سنه دول خلص هنبدا مرحله ثانيه انتقاليه باهداف تتوافق مع المطالبات المجتمعيه والانجازات والاخفاقات لابد كل تا... كل سنه نراجع ما فيش حاجه كده انت بالهابولي ابدا كل سنه نراجع كل ست شهور نراجع انجازات والإخفاقات انا اعتبر البناء مجتمع خلال يكتمل ما فيش بناء مجتمع هيكتمل على الاطلاق في 11 سنه انسوا لا يمكن ما حصلش ومش هيحصل وما وم... لا ولا ومش هيحصل ومش هيحصل في المستقبل 11 سنه ولا شيء فلابد في رايي الشخصي ان تتوافق كافه التشكيلات المجتمعيه المتواجده على ارض الواقع على استكمال بناء في في المؤسسات، يعني بعد المرحله الاولى 11 سنه دول نراجع احنا عملنا ايه ونشوف احنا نعمل مرحله تانيه انتقاليه او هنسميها ايه تسميه اخرى. يبقى في تشاور ما بين كل التشكيلات المجتمعيه اللي موجوده عندنا. يعني ايه؟ يعني لابد هنا بقى احنا قلنا في المرحله الانتقاليه في حكومه مؤقته تكنولوجيات مرحلة التقنيه الثانيه المرحله الفتره التقنيه الفتره الثانيه في مرحلة التقنيه الاولى حكوم في حكومه منتخبه من الشعب والثالثه الفتره الثالثه حكوم في حكومه اخرى منتخبه من الشعب مش تكنوقراط فالثلاث حكومات اللي دخلوا دول وغيرهم لابد يعملوا ايه؟ تلتزم الحكومات المتعاقبه بتنفيذ هذه الاستراتيجيه. اتفقت عليها كافه التشكيلات. لو في التشكيلات كل لان يعني في مرحله لابد عشان الوطن يقف لابد يكون في استراتيجيه واحده كل التشكيلات السياسيه والمجتمعيه تتفق عليها وتديرها حسب متطلبات المجتمع من قبل اي ان دور الحكومات في هذه المرحله الاولى والثانيه يكون ضامن لتنفيذ الرؤيه في رؤيه حطيناها أو ما بدانا وجم في اول مرحله الاولى ثلاث 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 فترات و ثلاثه واربعه واربعه الحكومات سواء كانت تكنوقراط او الحكومات الاخرى المنتخبه من الاحزاب لابد ينفذوا هذه الرؤيه ما يجيبوش رؤيه جديده خلاص ولو احنا عايزين نعمل مرحله انتقاليه ثانيه يبقى نفس المرحله الانتقاليه الثانيه تستكمل بناء هذه الرؤيه مع اي حزب او اي مجموعه بتحكم البلاد كيف هل هيكون في مرحله ثالثه انتقاليه؟ ده يراجع مره ثانيه يبقى احنا اتكلمنا المرحله الاولى كانت 11 سنه الانتقاليه الاولى المرحله الثانيه كانت تكون 10 سنة و 11 سنه بعد كده هو اعمل استفتاء عام زي ما انتم عايزين يعني لان دي كلها اجتهادات اعمل استفتاء عام على مستوى ثلاث مستويات المستوى الاول هو البرلماني ها المؤسسات البرلمانية وده ياخد 25% من نسبة التصويت المستوى الثاني المؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الأكاديمية المؤسسات الفكرية المؤسسات الدراسية البحثية ده بياخد 65% من التصويت يبقى ده 60% للمجموعتين دول المستوى الثالث اللي هو عموم الجماهير وده بياخد 40% من التصويت يبقى يعني الجماهير تصوت البرلمان يصوت المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البحثيه والاكاديميه صوت طيب واحد بيقول لك طب انت ليه اديتني الاثنين القوانين دول اللي هو المؤسسات البرلمانيه مجتمع المدني والاخرى 60% والشعب كله 40% انا اقول لك ليه لان ال 60% دول المؤسستين دول او اللي هو المجموعه الاولى والثانيه دول بيمثلوا الكتل والافراد الحرجين داخل المجتمع من مفكرين ومثقفين وعلماء وكذا 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 وموت... الى اخره برلمانيين او أسأل... المجتمع الانتخابي اما المجتمع عامه المجتمع عامة في غالبية صامتة. غالبية صامتة، ولذلك كان 40 في 40%. ده اجتهاد. ده اجتهاد لأنه يعني عايزين أنتوا تمتدوا بالمرحلة الانتقالية الثالثة، يبقى بدل 11 سنة و10 واحد 21 سنه يبقى كمان 10 واحد 31 سنه. عمر مسيره البناء المجتمع في اي مجتمع او اي وطن ما بتتوقف. طالما في مجتمع موجود. عمرها ما بتتوقف. رسالتي بقى الشباب هي ايه؟ رسالتي الى الشباب هي ايه؟ أيها الشباب النابه الواعي الثائر المتحمس الغيور الجسور التقي الورع المؤمن المخلص المثابر المضحي، البادل المنفق، الودود اللطيف، الرحيم الغفور، المحب المتواضع، الكريم المتناصح، العزيز الابي، الحديث الذكي، النبي الغني، النبيه العلي، الفتي القوي، دي صفات الشباب؟ اوعى عن نفسك ما عندك ولا صفه من دول تمام انت الشاب، لا تتعجل، قطف ثمار البناء، ابدا، فاشجار المجتمعات تثمرها القرون وليس الايام. ترويها السنون. وتزرعها الدهور. اشجار معمره دي كلها. اما موائلها فلا تبنى الا بعد ما تثمر اشجارها. مفيش حد هيجي يعيش في المول ده الا لما يكون في اكل وفي شرب وفي امن وسلام. ولا تسكن هذه الموائل الا حينما يعتدل المناخ في الداخل، المناخ السياسي، الاقتصادي، الامني الى اخره، الاجتماعي الى اخره. ولا تكثر الا حينما يطمئن سكانها اذا انا هتكاثر وانا خايف مفيش تناسل فاذا للتاريخ نتعلم منه نجد ان من سيدنا عيسى يوسف عليه السلام بنى مسيره الاصلاح الاجتماعي داخل دوله قويه هي الوطن المصري في 14 سنه كان في دوله ما كانش بيتكلم عن ايه عن بناء الدوله والمجتمع لا بناء اللي هو الاقتصاد الفساد الاقتصادي زائد محاربة الفساد اللي كان موجود في المعمل ده من 14 سنة وهو ده نبي مرسل ومؤيد من السماء وسيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم في البعثة بتاعته استمرت 23 سنة ولما توفى كان يا دوبك أول بذرة من بناء الدولة موجودة لم تكتمل أو لم تبدأ بناء دوين الدولة إلا في عصر عمر دلعانه يعني بعد 26 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 26 سنة من بعثة خاتم النبيين بدأت الدولة بكانتها تبنى وبدأ فيها سيدنا عمر ابنها تروى ماليزية ما دكتور تون مه... دكتور تون مهاتير محمد أخذ رئاسة الوزراء 1981 وانتهت في 2003 23 سنة أو 22 سنة أخرج ماليزيا من دولة فقيرة مهمشة الى دوله من احد الدول العظمى في جنوب شرق اسيا من احد الدول العظمى. قبل 22 سنه كان التعليم هو مركزيه بناء هذه الدوله وهذا المجتمع. تجربة التركية تولى رجب الطيب اردوغان رئاسه الوزراء في 2003 وفي 2014 اصبح هو رئيس الجمهوريه. فاصبحت الدوله التركيه انجازات كثيره جدا. وفي اخفاقات كذلك. في تحديات يبقى احنا بنتكلم عن تجربه قرابه 20 سنه 20 سنه كان بردك التعليم محورها الاساسي تجربه سنغافوريه في واحد اسمه كان لي كوان يو ده كان الاب المؤسس لسنغافوره كان رئيس وزراء سنغافوره في 59 اب سنغافوره مستقل من ماليزيا وفي 65 بقى هو رئيس سنغافوره وحكم سنغافوره من 65 لسنه 90 وبعدين تنحى في سنه 90 ومات في 2015 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفع من 320 ل 60000 دولار ودخل الفرد ارتفع من 435 دولار, السنة 13 الف دولار. في السنه ل 13 13000 دولار شايفين في ثلاث ايه عقود 30 سنه من البناء ايه بقى اسباب نمو الاقتصاد السنغافوري؟ اول حاجه الجغرافيا بتاعتها موقعها الاستراتيجي انها على مضيق اسمه ملكه بيربط المحيط الهندي ببحر الصين وليها 40% من حركه السفن داخل هذا الايه؟ المضيق ده نمره واحد اسباب جغرافيه نمره اثنين في اسباب سياسيه في استقرار سياسي نمره ثلاثه في اسباب تجاريه دلوقتي هم بيطوروا المينا ويعمل فيها بنى تحتيه عشان تستوعب 65 مليون شاحنه وحاوية. ها ااا اه. اه. 65 مليون شاحنه ورابطين الميناء ب 600 ميناء في العالم، يعني خلوا الميناء بالقدرة بتاعتها ترتبط ب 600 ميناء في العالم وتستوعب أكثر من 65 مليون شاحنة وإيه وحاوية. على 2030 أسباب تعليمية، اهتموا بالتعليم كذلك. قالوا ان كل طفل او طفله ما سنغافوريه عندها مواهب او عنده مواهب بطريقه خاصه وعمر ايه بقى جمعوا الاطفال ذوي القدرات المتماثله مع بعض يعني بيحبوا الحساب مع بعض يحبوا الجغرافيا مع بعض يحبوا التاريخ مع بعض اللي يحبوا كذا مع بعض الى اخره الى اخره الى اخره وده يجعل نظام التعليم نظاما فعالا لان كلهم هتلاقي علماء في الفلك علماء في الطبيعة علماء في المياه علماء في الزراعة علماء في ال... في, ال... في الكيمياء إلى آخره إلى آخره إلى آخره يبقى الثلاثة اهتموا بالتعليم سواء كان ماليزيا أو تركيا أو سنغافورة أسباب أخلاقية قالك ما فيش دولة تبني من غير أخلاق في المرجع موجود قدامكم الأستاذة ساجدة محمد و2020 في تجربة تانية اسمها التجربة الرواندية يا شباب أنا بحضر لكم الحاجات دي في النقاش انا مش هدي لكم رساله كده فجواء يعني في رواندا حصل فيها حرب اهليه لمده سنتين 93 خمسة 95 في القرن الماضي راح بحياتها مليون ما بين القبيلتين واحده اسمها الهوتو والثانيه اسمها التوتسي دم 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 شفناه شفناها انا يعني عشناها الفتره دي كلها ولما جه الرئيس الحالي اسمه كاجامي عمل هدفين اول حاجه وحد الشعب هدف الاول توحيد الشعب الهدف الثاني انتزاع البلد من الفقر دخل سنه 2000 يعني وقت دلوقتي 21 سنه ومن اهم محاور العمل على تحقيق هذين الهدفين عمل حاجه اسمها مصالحه مجتمعيه وعمل دستور جديد يحظر يحظر يمنع استخدام مسميات الهوتو والتوتسي ويجرم استخدام اي خطاب عرقي انفصالي فحققت رواندا هذه المعجزه في اعاده بناء الدوله اجتماعيا واقتصاديا واطلقت اول قمر صناعي لها كلف 2 مليار دولار في 27 فبراير عام 2019 دي رواندا عشان بس ما حدش يقول ايه بس بتتكلم عن المسلمين لا في رواندا وفي سنغافوره وفي تركيا وفي ماليزيا وفي تركيا وماليزيا مش عارف التالت اسمها ايه اه تركيا وماليزيا سنغافوره وروندا اثنين و2 من التاريخ المعاصر والرابط امامكم اخر حاجه بقى لكم يا شباب الاربع دول انا ذكرتهم اللي هي ماليزيا، وتركيا، ورواندا، والثقافيه كانت من اولوياتهم الاولى 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 التعليم دي نمره واحد مسيره بناء المجتمع كانت اكثر من عقدين من الزمن من 20 سنه ماليزيا 22 سنه تركيا ما زالت 20 سنه لم تكتمل رواندا سنة 2000 هذه 20 سنة 21 سنة سنغافورة من سنة 65 سنة 90 25 سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة أو 26 سنة سيدنا يوسف عليه السلام اللي عمل الإصلاح الاقتصادي فقط 14 سنة والإصلاح الاقتصادي فقط مش بس بناء الدولة ككل فنحن مستعدين يا شباب للبدء في هذه المسيرة وابنائها هي عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر جزاكم الله خيرا ونراكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في نفس المعاد باللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته